أنا سعيد بنكون معاكم وفي بلد الثاني جمهورية مصر مع أخواني في اتحاد السباحة المصري، وسعيد في اليوم ليس فقط في البطولة ولكن ما شفته بالافتتاح اللي هو لاعبين من الغطس والألعاب المائية الباليه الإيقاعي أقل من 10 سنوات. هذا يبين لك أن إن شاء الله هناك خير وجاي للمستقبل تقدم للألعاب المائية بجمهورية مصر. أما بما يخص الدورة أو البطولة 18 دولة، أنا أعتقد أن أكثر من 200 سباح أو أكثر بعد ما عندي الرقم، شيء نفتخر فيه. والافتخار الزين أن شفنا لاعبين بالذات تحت 12 سنة، أو سواء لما أقول لاعبين لاعبين كل الوطن العربي 12 سنة و 14 سنة، الأرقام ممتازة. بس إن شاء الله يكون الاهتمام الأفضل من قبل كل اتحاد وطني وكل دولة. البطولة الأولى الألعاب المائية، لأن دايما البطولات العربية كانت بتتلعب مرة سباحة مرة غطس مرة كرة مية، إنما دي البطولة الأولى للمراحل السنية، لثلاث مراحل سنية 13 16 18 وللسباحة القصيرة والغطس والكرة المية. فده طابع جديد للألعاب الماء في الوطن العربي. أكبر عدد من الدول العربية شاركت في هذه البطولة، فإن شاء الله هو بطولة قوية. بس إن شاء الله إن شاء الله مصر إن شاء الله يبقى حليفة الفوز إن شاء الله. نحن حريصين بأن تقام هذه البطولة وللمراحل السنية كل عامين. وكان هناك اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العربي خلال في هذا اليوم، واعتمدت البطولة واعتمد أن تقام كل سنتين في دولة أو لمن يرغب أن يستضيفها. والمفاجأة أن هناك أكثر من دولة تقدمت، ونحن في اليوم الأول من البطولة لاستضافتها خلال الأعوام القادمة. هناك حقيقة الأمر اهتمام كبير من الاتحادات الوطنية للعبة بالأعمار السنية وفي جميع اللعبات. وأقوال مصرية على رأس نوعين، احنا بنحب دائما نكون في مصر وفي القاهرة لحسن الضيافة والاستقبال من طرف الإخوان كلهم، وانطباعات كل اتحادات اللي يعني تكلمناهم سواء من سباحين أو من مدربين أو من رؤساء الوفود، كلهم عندهم انطباع كويس وكلهم يعني فرحانين ومرتاحين، لا بالنسبة للإقامة ولا بالنسبة للبطولة ولا بالنسبة للتنقل. وهذا الفضل كله يرجع للاتحاد المصري للسباحة. الأجواء جميلة جدا لجميع الوفود سواء الرياضية أو الناحية الاجتماعية، استضافتهم أماكن الإقامة فحاجة مشرفة. الهدف من مشاركة البعثة اللبنانية، هل المنافسة على البطولة ولا شايف ان هم بياخدوا بعض الخبرات من المشاركة في بطولة بتضم 19 دولة عربية؟ اكيد المشاركة تاني كذا مشاركة للدول العربية، لبنان بالدول العربية، من كان بالمغرب وهلا بمصر، واكيد هناخد خبرات من الفرق المصرية. ما شاء الله يعني المنتخب المصري على طول ودوما محل ان شاء الله. المنتخب المصري بيتكون من 72 لاعب ولاعبه، في جزء كبير منهم من اللاعبين اللي اعتمدنا عليهم في البطوله الافريقيه في تونس اللي هم الناشئين اللي دعمنا بيهم المنتخب الكبير، والجزء الباقي اصغر في السن. والحقيقه البطوله دي بتتميز ان المنتخب مش كله من القاهره واسكندريه، المره دي في تواجد كبير قوي للمحافظات الاقاليم المنصوره وطنطا، وده اللي مميز المنتخب المره دي وده اللي يدي انطباع جيد عن انتشار اللعبه في جمهوريه مصر العربيه كلها. احلامك ايه في البطوله بقى ونفسك تحققي من خلال المشاركه في البطوله العربيه؟ ان شاء الله يا رب بجيب 3 اول وارام العرب بكسرهم ان شاء الله يا رب.